اليوم اقليم شفشاون كيعرف يعني تسليم وحده طبيه متنقله لطب العيون. هذه الوحده التي ستمكن من اجراء الفحوصات وكذلك بعض التدخلات التي هي عباره عن عمليات جراحيه لمختلف امراض العيون وكذلك على الخصوص مرض الجلاله او المياه البيضاء. الاقليم ديال شفشاون كيعرف هذا التكاثر ديال هذه الحالات يعني بواحد الشكل اللي يمكن كيفوق المعدل الوطني يمكن كيضاعف المعدل الوطني. ففكرنا مع مختلف المتدخلين ومختلف الشركاء وكذلك الجمعيه المغربيه لطب العيون على اقتناء هذه الوحده هذه للمساهمه في التخفيف عن الساكنه، خصوصا وان ساكنه اقليم شفشاون وبعض الاقاليم المجاوره كتعرف يعني كاين ضعف الامكانيات، كذلك صعوبه ديال التضاريس وصعوبه ديال الولوج للخدمات الصحيه. فتقريب العرض الصحي من المواطن هذا هو الهدف الاساسي اللي كان عندنا من الاقتناء. واش هذه الوحدات كافيه للحد من مشاكل القطاع الصحي؟ اذا قلت لك ان هذه الوحدات الطبيه او الوحدات المتنقله هي بوحدها كافيه انها تتحقق يعني الكمال في المجال الصحي، فغنكون كنكذب عليك. لكن هذا جزء واحد العمل يمكن يكون نعتبره جزء اللي يقدر يساهم في التخفيف نوعا ما على المواطنين اللي كيعيشوا في القرى النائيه واللي كيصعب عليهم انهم يولجوا للخدمات الصحيه.